مهم جدا استاذ منتصر، ومداخله مهمه جدا زي ما هو هيكون متواجد معانا. احنا دايما هنبقى متواجدين وهنبقى في ظهر نادينا، وان شاء الله نادي الزمالك بالعقليه دي بالمجلس ده باذن الله قادر ان هو يعدي ويعبر هذه المحنه. بالتاكيد مداخله مهمه جدا، توقيتها كمان مهم جدا. اول ظهور الاستاذ احمد مرتضى بعد يعني اختياره بالاجماع من مجلس الاداره المحترم قائما باعمال رئيس نادي الزمالك، تحدث في كل الملفات اللي بتشغل يعني جمهور نادي الزمالك وعشاق نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه. عجبني جدا الاسلوب الهادي، الاسلوب المتزن، الرساله اللي بيوصلها انه اول حاجه كلمه قالها قال انا فاتح ذراعي وذراع مجلس الاداره الموجود لكل الاراء المختلفين معانا، تعالوا يعني خلينا نختلف في الراي انما خلينا نتجمع على حب نادي الزمالك. اثبتوا انكم انتوا بتحبوا نادي الزمالك، تعالوا قدموا حلول ساعدونا لو انتوا شايفين ان احنا يعني في قصور في بعض اداره الملفات ممكن نزود بالخبرات مفيش مشكله، انما الناس بتشتغل ليل ونهار مش بتقصر في اداء عملها. بيتحدثوا ان هو بيروحوا بيوتهم الساعة 2 بالليل، بتحدث عن انه المجلس بيدار بشكل ديمقراطي، كل عضو مجلس ادارة موجود وشغال على ملف معين كله في النهاية بيصب في بطاقة نادي الزمالك. جميل جدا ان قناة نادي الزمالك النهاردة تعمل هذه المداخلة مع الاستاذ احمد مرتضى منصور في وجود اسطورة من اساطير كرة القدم ورمز كبير جدا للكرة المصرية كابتن جمال عبد الحميد، عضو مجلس الادارة ايضا، فده بمنتهى الشفافية ومنتهى الحيادية اللي عودنا عليها المستشار مرتضى منصور. قد نختلف بطريقه يعني مواجهه المستشار مرتضى منصور لبعض الازمات وبعض الشائعات. النهارده بتشوف احمد مرتضى منصور رغم انه نجله انما النهارده بيتبنى فكر جديد جدا، صح. حتى اللي كان بيعيب على انفعالات المستشار مرتضى منصور رغم ان هو بيبقى السبب فيها، يعني ما بيسالش ايه سبب الانفعال، بيقول انت انفعلت. طب ما سالش انا انفعلت ليه. النهارده انت قدام نموذج جديد، نموذج شاب محترم، شاب واعد بيدير مؤسسه كبيره جدا مع مجلس اداره، اداره جماعيه وليست اداره فرد. في النهايه في المستشار مرتضى منصور بصفته عاشق للكيان وداعم بيساند وبيقدم المشوره من الخارج، زي ما احمد مرتضى النهارده بيقول للاستاذ ممدوح عباس، بيقول للكابتن حسين لبيب، بيقول للكابتن احمد سليمان، لكل الناس الموجوده، الكابتن هشام نصر، كل الناس اللي موجوده، خلونا ننحي الخلافات جانبا، خلونا ننحي الـ الـ يعني الـ الاختلاف في الراي ونتجمع على حب نادي الزمالك. ولما يجي وقت الانتخابات اتفضلوا تعالوا انزلوا الانتخابات، ستجدوا كل يعني العمليه ستدار بمنتهى النزاهه والشفافيه، وفي النهايه اللي هتختاره الجمعيه العموميه هيبقى موجود. نادي الزمالك بيحتاج لتكاتف ابنائه، بيحتاج لتضافر كل الجهود حتى يخرج من عنق الزجاجه. نادي الزمالك بيتعافى. اخطر ما قاله احمد مرتضى منصور ان هو انت تقدر تواجه المنافس، انا بطبيعه الحال المنافس عايز يرهقك ويجهدك. والكابتن جمال عبد الحميد يعني في كلامه الرائع في بدايه الحلقه تحدث قد ايه عن مراره انك انت بتحاول تشغلني وانا مش شايفك، بتحاول كذا 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 وانا برضو مش شايفك وبشتغل وبجتهد وبحاول، صح. يعني اوقف نادي الزمالك على رجليه. نفس الكلام بيؤكد عليه احمد مرتضى منصور النهارده، انه النهارده نادي الزمالك يعني ما يبقاش المرض جاي له من ابنائه، ما يبقاش الالم، لانه اصعب الطعنات لما بتجي لك من حد قريب منك. تقدر انت تواجه المنافس، ما تقدرش تواجه حد محب انت بتاكل وتشرب معاه ومامن له بظهرك، فهو اللي بيجي يطعنك بالخلف سواء بقضايا او بشائعات او ببيانات. خلينا يعني نتكلم عن الجزء اللي يعني اللي تبناه، المبادره اللي تبناها الاستاذ احمد مرتضى، انه تعالوا يا جماعه تعالوا ادخلوا ناديكوا، بيقول الاستاذ ممدوح عباس تعالى نقعد نحل مشكله الحجز. واحد بعت لي برضه عشان ابقى منصف بيقول لي طب دلوقتي المستشار مرتضى منصور كان يقول الاستاذ ممدوح عباس ملوش فلوس، الاستاذ احمد بيقول تعالى نقعد. لا، اللي انا عايز اقوله دلوقتي ان المستشار مرتضى منصور عرض كل المستندات اللي بتاكد ان الاستاذ ممدوح عباس ملوش فلوس، وبرضه المستشار مرتضى منصور قبل الاستاذ احمد ما يطلع قال لو تعالى هات الراجل المالي بتاعك وهات الراجل المالي بتاعنا يقعدوا مع بعض، طلع لك فلوس يا عم خدها، ما طلعلكش فلوس قول السلام عليكم. نفس الكلام بيقول الاستاذ احمد مرتضى منصور، انت النهارده لجات لكل الحلول القانونيه ما جابتش نتيجه، تعالى نشوف الحل الودي لو هتيجي عليا شويه وانا اجي عليك شويه، اهم حاجه نادي الزمالك يعيش. نعم. الهدف في هذه الجزئيه انه نادي الزمالك يعيش، ما نقعدش نقلب في الماضي، انت قلت وانا عدت. جمهور نادي الزمالك العظيم لازم يقف ورا الكيان، ويا رب ان شاء الله كل خير لنادي الزمالك.